السلام عليكم يا شباب، معاكم الباشمهندس حسام. النهارده ان شاء الكريم الحلقه الاخيره في شابتر 5. خلاص انا مبسوط جدا معاكم ان انا وصلت للحلقه ديت، ومبسوط جدا ان انا فضلت ان انا اخلص معاكم لحد شابتر 5. احنا خلاص بقى لنا 18 شابتر في الكتاب كله، الكتاب العظيم اللي اسمه دايناميك اوف ستراكشر لانيل كومار وتشوبرا. فاضل لنا 3 شباتر بس على الجزء الاول، البارت الاول اللي بيتكلم على السنجل ديجري اوف فريدوم سيستم، ويعني ايه فريكوانسي، ويعني ايه دمبنج. يعتبر هو اهم من اللي جاي كله، لانك انت في الشابتر الاولاني ده بتفهم وبتكتشف وبتعرف يعني ايه فريكوانسي، بتعرف يعني ايه دمبنج، بتعرف يعني ايه كل حاجه. ف خلاص احنا بدلنا خلاص 3 شباتر من خلاص البارت الاول، وده انا مبسوط بيه جدا 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 جدا. طيب اهم حاجه طبعا الفايده، والناس تقول لي هي فاهمه ولا لا، تديني رياكشن، اديني كومنت، تقول لي الدنيا فيها ايه، يعني انا فاهم، بحيث ان احنا نبقى فيه يعني ايه، ما بقاش اكلم نفسي وخلاص. ماشي. طيب النهارده يا شباب احنا هنتكلم على النون لينير اناليسيس. طبعا المفتاح في الاول انا كنت المفروض اديكم انترو كده ونتكلم فيها. انا كان نفسي اتكلم معاكم في حاجه معينه كده، بس خلاص مفيش وقت، لان الحلقه بتاعتي هتكلم فيها على كذا حاجه وهنفتح كذا حاجه النهارده، فبالتالي محتاج الوقت ومحتاج كل دقيقه في الحلقه بتاعت النهارده. طيب النهارده هنتكلم على ايه؟ النهارده هنتكلم على النون لينير اناليسيس. طيب الكتاب اللي احنا هنشتغل منه النهارده، طبعا احنا هنشتغل من كتاب دايناميك اوف ستراكشر لانيل كومار تشوبرا، بس طبعا انت فاهم انيل داخل بايه، بقوه شويه. فاحنا ناخد انترودكشن تو نون لينير فاينايت اليمنت اناليسيس من الكتاب اللي قدامك دوت. نم هو كم تقدر تحمله عادي موجود يعني. المهم ان فهو بيدي بطريقه سهله جدا وبسيطه جدا من ايام يعني ايه فيكتور ويعني ايه تنسور، حاجات بسيطه. فهو كتاب لطيف وخفيف كده وسهل ان انت يعني لو حابب تقرا في الانترودكشن في النون في الفاينايت اليمنت نون لينير فاينايت اليمنت اناليسيس. تمام. طيب احنا النهارده هنشتغل منه بس جزء كده في الاول، بحيث ان احنا نفهم يعني ايه نون لينير اناليسيس. بعد كده ان شاء الكريم هننقل على الكتاب بتاع دايناميك اوف ستراكشر لانيل كومار تشوبرا. طيب احنا عايزين نتكلم نفهم الاول يعني ايه نون لينير اناليسيس. النون لينير اناليسيس هو لينير الاول، نفهم يعني ايه لينير، بعد كده نفهم يعني ايه نون لينير. اللينير اناليسيس العاديه اللي احنا بناخدها كلنا واللي احنا شغالين بيها وكل المباني طالعه بيها واحنا شغالين بيها كلنا، ايه بقى؟ ان انا عندي مثلا كابولي بالمنظر ده، حطيت عليه حمل 1 طن، اديتني ديسبيسمنت وليكن سنتي، حطيت 2 اديتني ديسبيسمنت 2 سنتي، حطيت 3 اديتني 3 سنتي، ايه ده؟ ده التغير تقريبا ثابت، يعني التغير يعني ايه؟ يعني الريشيو، العلاقه ما بين الفورس والديسبيسمنت علاقه خطيه، يعني ينفع يتطبق معاها قانون اسمه هوكس لو. هوكس لو ده اللي هو بيقول لك ايه؟ ان بيقول لك ان الفورس بتساوي الكي في الدلتا. تمام يا شباب؟ تمام قوي. طيب ما دام الفورس بتساوي الكي في الدلتا، يعني تقريبا في المثال اللي معايا ده، يعني الدلتا تقريبا ب 100. الفورس بواحد على 0.01 اللي هو لو سنتي يطلع لك الكي تقريبا بطن على 100 تقريبا طن على المتر بس. تمام. طيب فبالتالي ينفع اطبق عليها هوكس لو ده، حلو قوي. طيب تقدر تقول لي 4 دي، انا ممكن لو انا حطيت 4 طن تقدر تقول لي هتجيب كام؟ هتجيب 4 سنتي، صح؟ طيب انا ممكن اجيبها بطريقه ثانيه، اعمل ايه؟ احط 2 سنتي بس، احط 2 طن في الاول واحسب الرياكشن، بعد كده احط 2 طن تاني واحسب الرياكشن، صح كده وخلاص. وبعد كده اعمل ايه؟ اجمع ال 2 طن ده زائد ال 2 طن ده هيديك ال 4 طن، هتديك قد ايه؟ ديسبيسمنت. يعني ينفع اطبق عليها مبدا السوبر بوزيشن. تمام. يعني مثلا انا ممكن احط اللي عايز اجيب مثلا عند الخمسه، انا ممكن احط الواحد واشوفه هيجيب كام واضربه في 5 وشكرا على كده. يعني الواحد هيجيب لي 1 سم، اخد ال 1 سم اضربه في 5 هيديك 5 سم. فاهم؟ سهل ان انا اطبق عليها مبدا السوبر بوزيشن، وده اللي احنا شغالين بيه. وانا كمنشا بشتغل ازاي؟ انا كمنشا بحط الديد لود واحط اللايف لود واحط الفلور كفر بحط الوول بحط اي حاجه يعني. تمام. طيب بعد كده بعمل ايه؟ المنشا بخش على الساب ايتاب سيف ايا كان البرنامج، يبدا يحسب لي الرياكشن نتيجه الديد لود ويحفظها، في الرياكشن نتيجه اللايف لود ويحفظها. بعد كده انا مديله كومباينيشن اسمها الديد زائد اللايف، يقوم عامل ايه؟ يجمع الديد على اللايف ويديك في الاخر الحل النهائي. يبقى عمل حاجه اسمها سوبر بوزيشن، يعني ينفع احل ده لوحده وده لوحده واجمع في الاخر، وبطريقه سهله جدا 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 جدا.
لينير اناليسيز يا شباب ما فيهاش كلكعه رياضيه كبيره، ما فيهاش ايتريشنز كتيره زي ما هنشوف النهارده. لينير اناليسيز بسيطه وسهله، تقدر تطبقها وسهل ان انت تحلها وما بتاخدش وقت معايا في الحل. انت متخيل انا لو جيت حليت نون لينير اناليسيس، انت بتلاقي تحس ان الجهاز كده بتاعك المروحه بتاعته بتزيد جي 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 كانه هيطير فجاه، هينفجر في وشك من كتر ما الجهاز عمال يعمل ايتريشنز وعمال يعمل حاجات كتير جدا. حتى لو كانت المساله بسيطه تلاقيه بياخد منك وقت كمان. تمام. لينير اناليسيس بضمن لك ان الحل اللي انت واخده فعلا هيطلع حل مظبوط، هيطلع حل حل مظبوط يعني حل واحد. بينما وليكن في النون لينير اناليسيس لا، واحد صاحبك ممكن يطلعها بواحد، لو الحل مثلا المظبوط واحد، واحد ممكن يطلعها بواحد، واحد يطلعها 1.1، واحد يطلعها 0.9، فاهم؟ فتلاقي في كده ايه، انت عمال تحوم حوالين الحل المظبوط. مين بقى الحل المظبوط؟ محدش عارف، فانت عمال تحوم حوالين الحل المظبوط. فالنون لينير من كتر ما انا بعمل ايتريشنز ومن كتر ما انا بحاول ان انا بقدر الامكان اقلل الايرورز فيها، وهنشوف الكلام ده النهارده ان شاء الكريم، وهنشوف ازاي اقدر احلها ان شاء الله النهارده. تمام. طيب في حاجات بقى اللينير اناليسيس يا شباب برضو ينفع استعملها في ايه؟ ينفع استعملها طول ما انا عندي سمول ديفورميشن، طول ما انا عندي سمول روتيشن، طول ما انا عندي سمول سترين يعني عندي استطاله قليله، عندي ديفورميشن قليل، عندي روتيشن دوران قليل. كل الحاجات دي اعرف استعمل فيها اللينير اناليسيس زي جميع المنشات اللي احنا بنصممها وكلنا شغالين بيها. ولكن في حاجات كده تلاقيها تفشل فيها اللينير اناليسيس. تمام. الغريبه ان انت لو حليت نفس المساله باللينير اناليسيس والنون لينير اناليسيس هتلاقي ان الحل هو قريب جدا من بعض. ليه؟ لان انت السمول ديفورميشن بتتخلي الاثنين بيساووا بعض. طيب في حال بقى لارج ديفورميشن، في حاله انا هعمل حاجه غريبه جدا، تعالوا نشوف المثال اللي انا عايز اوريه لك ده. بصوا يا شباب هتلاقي عندي هنا حاجه ايه جميله جدا، عندي كاميرا عاديه ريال، عندي كاميرا عاديه وبدات اثر عليها بروتيشن. تمام. لو انا شغال لينير هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان الشكل الديفورميشن اللي هيطلع لك كده، وده غريب جدا وده مش صح. الحقيقه في الحقيقه الريال بيم الحقيقيه اللي هتحصل الديفورميشن هيجي هيلف هيقلل لي طول البيم، بينما اللينير اناليسيس بتشتغل على الان ديفورمد جيومتري، يعني بيشتغل لي ان طول اللي زي ما انت شايف بص عملت ايه، طلعت كده بس نتيجه الروتيشن وشكرا. لا ده دخلت جوه، ده في ديسبليسمنت حصلت هنا، هنا بص الديسبليسمنت من هنا كده لحد هنا في ديسبليسمنت حصلت. فالديسبليسمنت دي يا شباب اللينير اناليسيس مش عاملاها، فبالتالي الحل هنا طلع لك حل غلط خالص 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 خالص. ده بالنسبه لل لينير اناليسيس. فبالتالي بتفشل فشل ذريع اللينير اناليسيس في حالات اللارج ديفورميشن زي ما انت شايف كده، حتى اللارج روتيشن فالكاميرا لفت ودخلت جوه، فالكلام ده كله انت مش هتعمل حسابه في اللينير اناليسيس. اللينير اناليسيس حافظه مش فاهمه بتشتغل على انهي طول، بتشتغل على الطول ده. طب ايه الطول ده؟ الطول ده اللي احنا بنقول عليه اللي هو الان ديفورمد جيومتري. تمام. بينما في اللينير اناليسيس لا، لينير اناليسيس انا ببدا الف فبيحصل ديفورميشن، ابدا بالديفورميشن ده بعمل ايتريشن ثانيه زي ما هشوف دلوقتي، هبدا بالديفورميشن اعمل ايتريشن ثانيه وهو ده اللي هبدا بيه الحل الثاني. تمام. زي ما قلت لك هي بتفشل في الفشل اللي احنا شفناه معانا في المثال اللي قدامي دوت. طيب في مثال ثاني حابب برضو نتكلم عليه، مش المثال ده يعني مثال من بره كده، تعالوا نتكلم عليه. هو ان انا لو مثلا عندي كاميرا بالمنظر ده، مثلث كده وسبورت هنا وليكن هينج مثلا، وحاطط هنا لود وليكن مثلا بواحد طن، هتلاقي ايه؟ هتلاقي ايه لو الدلتا دي مثلا وليكن دلتا وليكن مثلا
واحد سنتي. تمام؟ تمام. فهتلاقي ايه؟ الدلتا دي اللي هي المسافة. المسافة دي، مسافة من هنا لهنا كده تقريبا واحد سنتي. وبدأت أرنن وأحل وأصمم وأعمل. الغريبة يا شباب إنك هتلاقي إيه؟ الغريبة إن أنا لو حليت الكلام ده لينير أناليسز هيطلع لي هيطلع لك إيه؟ هيطلع لك الرياكشن كده. وهيطلع لك هنا كومبريشن. لود كده جاي فوق، هي عاملة كده، وفي لود كده من جاي من فوق هنا، فهتلاقي إن الكاميرا دي نزلت معاك كده. ماشي، فهنا هتلاقي كومبريشن اللي هو مجرد ما اشيل اللود هتلاقي طلعت معاك فوق كده. فهي في كومبريشن هنا، كومبريشن 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 طول ما انا شغال لينير اناليسز. الغريبه انك لو اشتغلت نون لينير اناليسز، وطبعا سامح باللارج ديفورميشن، هتلاقي الـ المساله ما بقتش كده. هتلاقي ان الرياكشن اتعكس، وبدل ما كان الممبر ده شايل تنشن كومبريشن اصبح شايل تنشن. عارف يعني ايه شايل تنشن؟ يعني معناها ان نتيجه ان اللود كان كبير الكاميرا لفت كده، فبالتالي ده بقى شايل تنشن كانها بتتشد. اللود نازل كده، فدي كانها بتتشد عايزه تنزل كده. فهنا كده ده عامل لي تنشن في الـ في الـ في الـ في الممبر ده. النون لينير اناليسيس لو كنت حليتها لينير اناليسيس كان هيطلع لي حل مش مظبوط. فبالتالي اللينير النون لينير اناليسيس اي نعم متعبه متعبه، بس اللينير اناليسيس بتفشل في حاجات. لينير اناليسز، تعالوا بقى يا شباب مع بعض كده عشان ما نطولش اكتر في الموضوع، تعالوا نشوف مع بعض سورس النون لينيرتي في الاستراكشر. يعني انا ممكن اشوف النون لينير فين؟ طيب النون لينير النون لينير السورس بتاعها في الاستراكشرز بتاعتنا تعتبر تقريبا ثلاث انواع. الكتاب هنا قايل لك ايه؟ قايل لك ثلاث انواع. ايه هم الثلاث انواع؟ اول نوع معايا، تعالوا كده مع بعض نشوف كده اول نوع، وهو ايه يا شباب؟ الجيومتريك نون لينياريتي. باول حاجه بتعتمد على الجيومتريك نون لينياريتي زي ايه؟ زي الكاميرا اللي انا لسه حكيها لك من شويه، والفيلم اللي انا لسه قايله لك دوت. وقايل لك لو انا حسب ايه؟ زي ما قلت لك بتعتمد ان في اللينير بيحسب على الان ديفورمد جيومتري، بينما لو هشتغل على النون لينير لا، هيشتغل على الديفورمد جيومتري. فبالتالي حطيناها كده تحت بند ايه؟ حطيناها تحت بند اسمه جيومتريك نون لينياريتي. تمام؟ زي مثال ايه طبعا عليها؟ مثال الكاميرا اللي انا لسه موريها لك دي. طبعا بقى اول ما اذكر جيومتريك نون لينياريتي، اول مثال اللي دايما ماشي كده مع الجيومتريك نون لينياريتي هو مثال ايه يا شباب؟ مثال البي دلتا افكت. يعني ايه بي دلتا افكت؟ اللي ما يعرفش بي دلتا افكت، تعالوا مع بعض نشوف الصوره ديت. بص يا شباب، ده البي دلتا افكت. انا عندي كاميرا عاديه، عمود اهو، وحاطط عليه اتش ب 170 وحاطط عليه بي ب 200. لما اجي اقول لك يا باشمهندس احسب لي المومنت اللي على العمود دوت، هتقول لي 170 في الطول. الطول ده بكام؟ الطول ده ب 3. ده لينير اناليسز. ده كده لينير ايه؟ ده كده لينير اناليسز. طيب كده لينير اناليسز. طب لو انا عايز اشتغل بقى نون لينير اناليسز، الكلام ده طبعا الادق طبعا ان انا اشتغل في الجزء ده نون لينير اناليسز. ليه؟ ليه لازم اشتغل في الجزء ده نون لينير اناليسز؟ بشتغل في الجزء ده نون لينير اناليسز علشان يا شباب ايه؟ علشان اخد في اعتباري الازاحه اللي حصلت. بمعنى اول حاجه البرنامج، انا كبرنامج احل لينير اناليسز، فبالتالي هاجي احسب لك المومنت، هقول لك الاتش في الطول، فتلاقي ان الاتش مثلا في 3، فهتطلع لي 510. شكرا كده، مع السلامه. طيب ما هو حصل ازاحه نتيجه ان في لود هنا، فحصل ازاحه كده دلتا، فالدلتا دي المفروض تتضرب في البي اللي فوق، فعشان في ازاحه حصلت ففي هنا دلتا المفروض البي دي تتضرب فيها، لان ده هيعمل لك اديشنال مومنت. طيب لو انا كنت شغال لينير كان هيعمل نفسه مش شايف الدلتا اللي حصلت دي خالص، فهياخد اللود ده هيضربه وهيديك المومنت الاساسي اللي هو 100 اللي هي كام؟ 510، اللي هو 170 في 3. بدات اشتغل نون لينير، لا معلش انا هاخد في اعتباري الدلتا اللي فوق، يبقى انت خلاص زقت باتش، فالاتش دي لما اتزقت عملت لي دلتا، طب انا هاخد الدلتا دي هضربها في البي هتديك مومنت زياده. فساعتها لما باجي اعرف، بص بقى اهو عرفت جيومتريك نون لينياريتي، بص هتاخد الاتش في ال زائد البي في الدلتا،
تمام اهو دي. بص يا شباب اهو اهو جيومتريك نون لينياريتي اللي هي نقطه رقم 3 اللي هي دي. بص تزق قد ايه بقى الاتش هنا في الاول ده هنا كده في حاله ان انا مش معرف. بص هنا حاله اللينير، هنا في حاله ان انا مش معرف بي دلتا، يعني مش قايل له خد تاثير البي دلتا افكت. فبالتالي هتلاقي ان رقم 1 ورقم 2 هي هي، بمجرد ما دخلت وعوضت وشغلت البي دلتا هتلاقيه في رقم 3. نرجع جاي هتلاقيه بيقول لك ضرب ال 170 في 3 زائد ال 200. بص ال 200، ال 200 دي ال 2000 عفوا، ال 2000 اللي هي البي ضربها في الدلتا نتيجه الازاحه اللي هي الدلتا دي اللي هي طالعه له بكام؟ ببوينت 15 تمام؟ فطلع معاه 2000 و0.159 تمام. طيب بص يا شباب الغريبه، الغريبه في ايه؟ لما انا جيت حليت لينير اناليسز، بص بص ركز معايا، لما انا جيت حليت لينير اناليسز انا مدياني 0.09 يعني الدلتا اللي حصلت 0.09. طب ليه لما جيت حليت نون لينير اناليسز خد البي وضربها في 0.15 ما ضربهاش ليه في ال 0.09؟ لانه يا شباب هو بيعمل اول حاجه اللود زق، اول حاجه كده اللود زق وفي لود من فوق عمل دلتا، عمل ايه؟ عمل دلتا تمام. يبقى هو في اتش بتزق وفي بي بتضغط كده من فوق، فالاثنين دول على بعض كده لوكش على بعض. عشان كده دايما بقول لك اللينير اناليسيس ما ينفعش اطبق النون، عفوا النون لينير اناليسيس ما ينفعش اطبق فيها مبدا السوبر بوزيشن. ازاي هنا لو عملت سوبر بوزيشن يبقى انا بحل، يبقى انا بعوك، لان لو عملت سوبر بوزيشن مش هيطلع لك مومنت نتيجه البي، لان البي عمرها ما هتجيب لك مومنت على العمود لان ملهاش دراع عزم. طيب فبالتالي المهم ان انا زقيت الكاميرا كده بتاعتي، المهم ان انا زقيت الايه، المهم ان انا زقيت العمود بتاعي كده نتيجه الاتش اللي موجوده. فالاتش اللي موجوده دي عملت لي دلتا وفي نفس الوقت في بي تمام. هل اخد الدلتا دي واحل عليها؟ لا. عمل ايه هو؟ فضل مثبت البتاع كده وقال لك ايه، انا هزق على الدلتا القديمه اللي كانت موجوده. وليكن تعالوا بالارقام، انا حاطط اتش وحاطط بي، الاتش عملت لي دلتا 1 سنتي ولسه البي موجوده، نتيجة تأثير الاتنين على بعض عليت لي الدلتا دي شوية، خلتها لي كام؟ خلتها لي وليكن سنتي ونص تمام؟ تمام. يوم هو عامل ايه؟ يحل على انها سنتي ونص، يعمل ايه؟ يحل تاني اتريشن تاني، ده ممكن الدلتا تعلى عن كده نتيجة ان هي مايلة وفي برضو بي كده ونتيجة اتش برضو موجودة في نفس ذات الوقت، كل ده موجود، فبالتالي هيطلع لك دلتا تالتة. ما هو ده عمال يزق ودي بتضغط، ده بيزق ودي بتضغط، ده بيزق ودي بتضغط، كله في نفس الوقت. فطول ما انت قاعد ده بيزق وده بتضغط، دي بتزق ودي بتضغط، مع كل خطوه زق، مع كل مره، مع كل مره هو مثلا البي والتي، الاتش والبي اثروا عملوا دلتا، بعد كده زقيت المنشا بالدلتا دي واثرتهم تاني فراحوا عملوا دلتا تانيه، زقيت المنشا بالدلتا دي وراحوا اثروا فراح عملوا دلتا تالته، بيفضلوا يعملوا دلتات كده دلتات دلتات، فتلاقي نتيجة دي اسمها اتريشنز، بيفضل يعمل اتريشنز كتير. طب هو بيقف امتى؟ بيقف لما يحقق مبدأ اسمه الكونفيرجنس. ايه الكونفيرجنس ده؟ هوريه لك حالا، بس تعالى نكمل مع بعض تمام. فبالتالي تلاقي ان الدلتا من 0.09 نتيجة بقى تأثير الاتنين على بعض، وجود الاتنين على بعض خلت الدلتا ب 0.15، عالي يتكتب لك هو 1.7 تايمز تمام. طيب حلو قوي، ده في حالة ايه؟ ده في حالة البي دلتا. طيب في حالة البي دلتا ويز لارج ديسبليسمنت عمل ايه بقى؟ في حالة البي دلتا ويز لارج ديسبليسمنت صعب الموضوع اكتر واتريشنز اكتر، قال لك انا هاخد الاتش، ما بياخدش بقى الاتش في الطول الايه؟ في الجيومتريك انديفورميشن، في الانديفورميشن جيومتري، لا ده بياخد الاتش في الطول الحقيقي اللي بعد ما البي زق والاتش زق فنزلت دلتا، يعني العمود حصل له تقريبا شورتنينج كده، حصل له مسكت الدلتا دي حصل له شورتنينج، فبالتالي ما بقاش الطول كله التلاتة اللي بتقاوم معاه، بقى التلاتة ناقص الاو بوي، بص اهو تلاتة ناقص الايه؟ اليو تلاتة اللي هي 0.069. فبالتالي طلع لي مومنت 827.8 في حاله لو ما كان المومنت الاولاني كان طالع لي 829.8. فتلاحظ ان كل ما بتعلي اكتر كل ما بتلاقي نفسك زي ما انت شفت كده من غير بي دلتا
بالبي دلتا، بالبي دلتا بلس لارج ديفورميشن. اتمنى تكون فاهم اللي انا بقوله. طيب عايز اكلمك، هو بيقف امتى؟ هو بيقف لما بيحقق مبدا الكونفرجنس. يعني ايه مبدا الكونفرجنس يا شباب؟ هو بعد ما بيحسب الدلتا، اخر دلتا خالص وصل لها، يطرحها من الدلتا اللي قبلها. ايه ده، حصل تغير فيها؟ لو في طبعا انواع كتيره من الكونفرجنس زي ما هنشوف النهارده، ولكن هو بيعمل ايه؟ وليكن يشوف مثلا الدلتا الاولى طلعت له الاخيره، اخر دلتا طالعه له بواحد، بعد ما ده يزق كل شويه يعمل ايتريشن، يزق ويزق يزق يزق، طلعت له اخر دلتا طالعه له وليكن مثلا بواحد، تمام. طب والدلتا اللي قبلها كانت طالعه له بوينت 8، لا احسب، احسب تاني، احسب تاني، فياخد الواحد، وده اللي يبدا بيه الحل. فياخد الواحد يبدا بيه الحل، يلاقي مثلا الحل طلع 1.0001، اقف خلاص كده، يبقى دي اخر دلتا انا هقف عندها. ليه؟ لان ما حصلش تغير في الدلتا. فبيقول لك انا هعمل كونفرجنس. كونفرجنس ايه؟ ان هي مثلا الدلتا، الدلتا يو او الدلتا ديفورميشن او الفرق ما بين الدلتتين بيبقى قريب قوي. الايتابس مثلا بياخدوا ديفولت، بياخدوا في 10 في 10 اس سالب 4. هنشوف النهارده ان احنا واحنا بنشتغل على نيوتن رافسون اتريشن بنشتغل مثلا على 10 اس سالب 3. فتعالوا نشوفها فين في الايتابس كده بس برضو. ده منشا ايتابس عادي، هتخش هنا ديفاين بي دلتا اوبشن، هتلاقي حاجه اسمها الريلاتيف كونفرجنس توليرانس. اقف لي عند امتى؟ اقف لي عندي لما الدلتا، الفرق ما بين الدلتتين او ايا كان طريقتك في حساب الكونفرجنس، يبقى الفرق او المقدار الايرور او مقدار التغير او مقدار ان مفيش خلاص حاجه، ان انت قربت من الحل، عملت كونفرجنس يعني حلقت على الحل كده، مقدار الحل قد ايه؟ في 10 10 اس سالب 4 10 باور نيجاتيف 4. تمام يا شباب، تمام قوي 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 قوي. طيب ده كده مش بالنسبه للجيومتريك نون لينيرتي. في مثال تاني على السريع عشان بس ما نطولش، الماتيريال نون لينيرتي، ودي بشوفها فين يا شباب؟ الماتيريال نون لينيرتي بشوفها طبعا لما الديفورميشن بتبقى كبيره، زي ما انا لو عندي مثلا قنبله انفجرت انفجارات، زي ما عندي مثلا المبنى بتاعي العلاقه ما بين الاستريس والسترين كيرف ما بتبقاش لينير، وبيبدا يخش في مرحله البلاستيستي، فبالتالي بيبقى خلاص بقى ما بيبقاش العلاقه خطيه، فبيروح في مرحله ثانيه، فبالتالي ما بيشتغلش معايا لينير اناليسيس. بشوفها فين يا شباب؟ بشوفها في الارثكويك زي ما هنشوف انشاء الكريم في شابتر 7. بنشوفها في البروجريسيف كولابس. مثلا عندي مثلا حصل انفجار شال عمود في النص، فمثلا بروجريسيف كولابس، الناس العظيمه اللي بتعمل فيها رسائل ماجستير ودكتوراه برضو البروجريسيف كولابس مثلا برضو تشتغل على النون لينير. كل الحاجات اللي انت هتعدي فيها اليلد بتشتغل على بتندرج تحت ايه؟ تندرج تحت الماتيريال نون لينيرتي. طيب اخر حاجه خالص، كايناماتيك نون لينيرتي. كايناماتيك ايه؟ كايناماتيك نون لينيرتي او باوندري نون لينيرتي، او في حد تاني في كتاب مثلا كان بيقول عليها اسمها الكونديشن نون لينيرتي. بنشوفها فين بقى؟ بشوف الكونديشنال نون لينيرتي، بشوفها في حاله لو انا مثلا عندي حاجه بالمنظر ده، مثلا عندي كابولي بالمنظر ده كده، وحاطط هنا سبورت، تمام. طول ما الحمل، ركز بقى معايا، طول ما الحمل انا عمال هنا احط لود احط لود احط لود احط لود، وطول ما الحمل ماشي هتلاقي الديفورميشن عامل كده، صح؟ لانها كابولي. بمجرد ما الديسبليسمنت هنا تلمس دي، تاتش دي، هتبقى دي بالنسبه لها سبورت، يتحول الديفورميشن بالمنظر ده، صح؟ ليه بقى؟ لان دي هتبقى بالنسبه له سبورت. طبعا الديفورميشن هتيجي من هنا كده، تبدا الاول من هنا عشان ما يبقاش في سيتا، بعد كده تمشي كده، تمام. فبالتالي فبالتالي الديفورميشن يا شباب، الديفورميشن هنا يا شباب هتلاقي ايه حصل؟ نتيجه ان انا حاطط هنا كونديشن، حاطط كونديشن، فبالتالي قلت له معلش لو الدلتا دي زادت عن كذا فالقمر دي مش هتتصرف كده، القمر دي هيتغير تصرفها. ما هو النون لينيرتي ايه غير ما بين قوسين؟ نون لينيرتي ما بين قوسين كده تغير في الاستيفنس، بي دلتا العمود بدل ما كان كده بقى مايل كده، فالدلتا اتغيرت، فبقى نون لينير، في تغير في الاستيفنس، في الاستيفنس ماتريكس.
هو ايه لما هو لما في بالنسبه حتى للماتيريال نون لينيرتي، ما هي بعد ما العلاقه بقت ستريس سترين اتغير، ما بقاش العلاقه خطيه، المنشا دخل في حاله اليلدج، هرب اتغير، حصل تغير في الاستيفنس. هنا نفس القصه برضو، بعد ما كانت هي كابولي مثلا الديسبيسمنت بتساوي او الكي فيها الاستيفنس بتساوي 3 اي اي على اتش اس 3، مجرد ما حطيت السبورت اتغير المفهوم ده وتغير الموضوع ده، وبقى اللهم صل على الكريم، بقى اتغير الاستيفنس، اتغيرت الاستيفنس اتغيرت، فلما الاستيفنس اتغيرت تغير مفهوم الديفورميشن، فبالتالي هيحسب هو ستيفنس ماتريكس جديده، فبالتالي ده احنا بنقول عليه كايناماتيك نون لينيرتي او كونديشن نون لينيرتي او باوندري نون لينيرتي، حاجه فيها كونديشن. طيب بشوفها فين تاني؟ بشوفها في بره الكتاب، بنشوفها برضو في مثال الباوندينج افكت. الناس اللي بتحسب باوندينج افكت، يعني مثلا الباوندينج افكت عندي مبنى اهي ومبنى اهو في ما بينهم فاصل، وقت الزلزال الاثنين دول هيخبطوا في بعض لو انا ما التزمتش بالفاصل الانشائي للكود قايله. طيب هيحصل ايه؟ هيحصل باوندنج، اتنين دول هيخبطوا في بعض، فلما يخبطوا في بعض انا عايز امثل ده على الاتاب، عايز امثله على الساب، عايز امثله على اي برنامج، فبقول له معلش حط لي لينك ما بينهم هنا، واقول له اللينك ده خلي بالك لما المسافه طول ما الزلزال بيأثر والمسافه بتاعت الازاحه هنا ما زادتش او ما قلتش عن رقم معين حسب طول الفاصل، فبالتالي ده هيفضل شغال لوحده وده هيفضل شغال لوحده، ومجرد ما المسافه ما بينهم هتقل هتلاقي ده خبط في ده، فالستيفنس بتاعت الفيلم ده كله اتغيرت. فبيبقى حاجه اسمها كونديشنال او كايناماتيك او باوندري نون لينيارتي، لان هي حسب انا لما الاثنين دول خبطوا في بعض بقى دي هتشتغل معايا. طبعا بنشوفها في اللينكات بتاعت السويل سواء تنشن وكمبريشن، بنشوفها في الجاب لينك، بنشوفها في بنشوفها في كمان في, في, في كل حاجات الرابر، نشوفها كمان في كل اللينكات اللي تقريبا موجوده في الساب او الايتاب. طيب ناخد ريست كده. طيب نخش بقى يا شباب نشوف انيل ازاي. عارف بقى احنا خلاص دلوقتي جاهزين كده، عرفنا يعني ايه نون لينير اناليسيس بقى وخلصنا الحكايات دي كلها، انا دلوقتي جاهز اني اخش اشوف بقى ازاي هقدر احلها. طيب انيل قال لك تبسيطا للموضوع، تبسيطا للموضوع انت بس عشان ما قبل ما ندخلك ازاي تقدر تحلها في الداينامكس، انا هقول لك ازاي تحلها كانها ستاتيك، مساله ستاتيك عاديه. يبقى انا هقول لك ازاي تحلها كانها ستاتيك، مساله ستاتيك عاديه، زي الكيسز اللي انا لسه كل الكيسز اللي انا لسه قايل لك عليها من شويه. طيب عشان تقدر نركز مع بعض كده، عشان نقدر نحلها هو هيلجأ لطريقة اسمها نيوتن رافسون إيتيريشن، ودي من طرق النيوميريكال اللي في مننا خدها وفي مننا ما خدهاش. اللي خدها هيبقى عارفها، ودي طريقة بنقدر نحسب بيها الروتس اوف ايكويشن، وزيها زي مثلا البايسكشن ميثود برضو كانت من طرق النيوميريكال زي السيكنت ميثود. اللي في مننا خد الطرق خدها وفي اللي ما خدهاش. طيب اللي خدها هيفتكرها معايا، واللي ما خدهاش هنقولها كأنها أول مرة تسمح. طيب تعالوا كده مع بعض عشان ما اطولش معاكم، عشان الحلقه ما تطولش مني، فتعالوا كده نشوف ازاي نقدر نفهم نيوتن رافسون ايتريشن ميثود. نيوتن رافسون ايتريشن ميثود زي ما قلت لك هي من ضمن الطرق اللي تقدر تحسب بيها الروتس اوف ايكويشن. تمام، انا عندي ده منحنى اف اوف اكس وده عندي منحنى ده ايه اكس. تمام، طيب انا عندي فانكشن وليكن شكل الفانكشن بتاعتي عامل بالمنظر ده اللي هو القلم الرصاصي الاسود ده. تمام، طيب اول تفكير بيجي او نيوتن رافسون ايتريشن بتقول لي ايه؟ بتقول لي انت بتفرض يو او اكس ابتدائيه. هو انا عايز اجيب ايه يا شباب؟ انا عايز اجيب النقطه دي، شايفينها؟ هي دي اللي انا عايز اجيبها. طيب قال لك ايه؟ قال لك انت بتفرض نقطه ابتدائيه وليكن هنسميها اكس ان، ودي النقطه الابتدائيه اكس نود بتاعتي. بتعمل ايه بقى بالنقطة دي؟ بتاخد النقطة دي بتقطع في الفانكشن اللي هو الخط الاسود ده، بتقطع هنا في نقطة. تمام؟ وبتنزل من الخط ده بتنزل تانجنت. بنزل ايه؟ تانجنت اللي هو بالازرق ده. فبتقطع الخط تحت في اكس ان بلس واحد. تاني يا شباب. طيب بعد كده بعمل ايه الأول؟ طب نكمل نعيد تاني. بعد كده بعمل ايه؟ بطلع من اكس ان بلس واحد دي بطلع خط تاني. بقطع في نقطة وازود.
وانزل ايه تانجنت وازود على الاكس ان بلس 1 دي، بزود عليها الدلتا دي، مقدار الدلتا ده اللي هو ده شايفينه ده اللي هو بيساوي قد ايه، بيساوي اكس ان بلس 1 مضروبه في ايه، في زي ما هنشوف دلوقتي. لو انا معايا الميل، معايا الميل وليكن معايا الميل اللي هو هيبقى بعد كده اف داش اكس، وبتقدر منه تقدر تحسب الاكس ان بلس 2 وهكذا، بتاخد الاكس ان بلس 2 تقطع تقطع الفانكشن وهكذا زي ما انت شايف، كل شويه اقطع 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 لحد ما تحس ان الميل بتاعي اتقلبوا بقى تقريبا موازي لمحور اكس او المحور اللي انا عايز احسب عنده الروتس. تمام. طيب تعالوا بقى نشوف ازاي نقدر نستنتج مع بعض القانون. طيب انا عايز احسب الميل ده بكام، يبقى احنا عايزين نحسب الميل ده بكام. الميل ده يا شباب بيساوي ايه؟ بيساوي لو احنا قلنا الميل ده اللي هو الميل بيساوي فرق الايوايات على فرق الاكسات زي ما خدناه في الايه، في الجامعه وفي المدرسه وفي كل في الحضانه كمان، فرق الوايات على فرق الايه، على فرق الاكسات، ولا حضانه ولا حاجه. تمام. طيب فبالتالي يبقى انا لو عايز اقول ان الميل، طبعا انا عارف ان الميل الصلوب بيساوي الفيرست ديريفاتيف وبيساوي تاني السيتا، ما علينا، مهم ان انا بساوي الفيرست ديريفاتيف اللي هو اف داش اكس بيساوي الطول ده. شايفين الطول ده يا شباب؟ الطول ده كده، الطول ده كام؟ طوله كام الطول ده؟ الطول ده يا شباب ده كده بالظبط، بيساوي اف اوف اكس ناقص زيرو، ده الطول ده. طب والطول ده بيساوي ايه؟ بيساوي اكس ان ناقص اكس ان بلس 1 وخلاص. وطلعت الايكويشن اللطيفه اللي قدامك دي، شايفينها؟ دي كده ايكويشن رقم واحد بس، وديت ده كده وديت ده كده وصفصفت معايا على اكس ان بلس 1 بتساوي اكس ان ناقص اف اكس، طبعا هنا ناقص زيرو، طبعا لو انا رمينا الزيرو ما قلنا خلاص ملوش لازمه، اف اكس ناقص على اف داش اكس. تمام يا شباب؟ تمام قوي، بطريقه سهله خالص اهو. تمام. طيب تعالوا بقى عشان نفهم اكتر، تعالوا نشوف مساله. طيب احنا هنحل مساله، احنا شغالين ماس النهارده ونيوميريكال كده والحياه بسيطه يعني. تمام. طيب انا عندي مساله بتقول لي عندي اوف اف اكس بتساوي اكس باور 8 ناقص 1. تمام. بتساوي تمام اف اوف اكس، اف اوف اكس بتساوي اكس باور 8 ناقص 1. انا عايز الروتس اوف ايكويشن، يعني انا عايز امتى الاكس بتساوي 0، يعني عايز عفوا عايز امتى الفانكشن دي بتساوي 0. فبالتالي طبعا من غير ما احسب اصلا ومن غير ما احسب نيوميريكال ولا حاجه، انا عارف ان الحل هيبقى بواحد، صح ولا ايه؟ اكس باور 8 ناقص 1 بتروح بتساوي 0، فالواحد هيروح الناحيه الثانيه بالسالب يبقى موجب، يبقى في الاخر هتطلع بواحد اس باور 1 على 8، فيطلع لك الاكس تقريبا بكام؟ مش تقريبا، ده اكيد بيساوي 1. تمام؟ طيب فبالتالي عايزين بقى نشوف ازاي اقدر احلها بالنيوميريكال. هنطبق في الايكويشن اللي فوق دي، هنطبق في الايكويشن اللي فوق دي، يبقى اكس ان بلس 1 بتساوي الاكس ان ناقص اف اكس بتاعتي بكام؟ باكس باور 8 ناقص 1 اهي، اكس 8 اكس باور 8 ناقص 1 هتقلي اكس بتاعت الاكس ان اللي انا بحسب عندها ناقص 1 على ديريفاتيف الفانكشن دي اللي هو بيبقى 8 اكس باور 7 اكس ان، صح يا شباب؟ تمام قوي. هنعوض في المعادله ايه اللي تحت دي، اول ديريفاتيف هيبقى عندي ايه؟ طيب عشان تبدا الحل احنا يعني تسهيلا للموضوع هنبدا الحل بكام؟ بنص، يعني هنبدا كده اول ايتريشن بتاعتي بنص، يبقى اول اكس نوت هبدا اجرب بيها الحل هي ايه؟ هي نص. تمام. طيب جربنا طبعا وبدات تحل الكلام ده، اول واحده طلعت بنص، عوضت في المعادله دي، شلت الاكس ان وحطيت مكانها نص، نص باور 8 ناقص 1 على 8 طلعت لي كام؟ 16.44. خدت 16.44 ودي بنزلها هنا بقى، يبقى خدت 16.44 دي كده واقوم راميها هنا، وهتبقى دي الاكس الثانيه اللي انا هبدا بيها، وهجمع دي زائد دي احط دي بقى هنا واطلع، هتطلع 14، وهاخد ال 14 ارمي ال 14 دي هنا، وتبقى دي الاكس الجديده اللي انا هبدا بيها وهكذا، وتاخد الاكس دي تعوض بيها في الايكويشن اللي فوق دي يديك 12.5، تاخدها تنزلها هنا وهكذا، تفضل تعمل الكلام ده كده لحد ايتريشن كام يا شباب؟ لحد ايتريشن 24، يعني عند 24 هتلاقي الاكس ان طلعت لك بواحد والاكس ان بلس 1 طلعت لك بواحد. يعني ايه يا شباب؟ يعني معناها ان تقريبا تقريبا دي كده، يبقى معناها ايه؟ ان دي تساوي دي، يعني تقريبا الاف اوف اكس دي تقريبا وصلت لزيرو. ليه؟ اللي هي الفانكشن دي اللي هي اف اكس ناقص زيرو، ليه؟ ما هو ده منطقي،
لان زي ما انت شايف كده الميل هنا بادئ بكام بالطول ده كله، بعد كده بدأ يقل، بعد كده بدأ يقل، يعني هو خلاص اهو بص هنا وصل للايه، للطول ده، وهنا الطول ده، وهنا الطول ده. ولو حطيت دي خدتها تاني وقطعت بيها وخدت كده ميل هتلاقي الطول ده، فكأن الاكس ايه اف اوف اكس ناقص زيرو، الرقم ده كده عمال يقل الى ان يقترب الى الزيرو. فلما يقترب للزيرو الترم ده تقريبا بيبقى بزيرو تقريبا، فبتساوي دي بتساوي دي بتساوي دي. يبقى انا عشان اعرف انا قربت من الحل ولا لا، هو ده يبقى الترم ده، عفوا الترم ده لما يقرب من الزيرو معناها ان انا قربت من الحل بتاعي. طيب ده لو انا حلو كده وانا عايز احسب المعادله دي، ده كده نيوتن رافسون اتريشن دي اللي احنا خدناها فين، في الـ الـ في الـ في اي حته يعني، تمام، سواء في الجامعه او سواء في، هي غالبا في الجامعه، تمام. طيب لو انا بقى عايزين نطور في الموضوع شويه، انا مش عايز الايكويشن عند، مش عايز الروت اوف ايكويشن عند ايه، عند اف اوف اكس بتساوي زيرو، لا ده انا عايز روت الايكويشن عند اف اوف اكس بتساوي وليكن 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 اي رقم مثلا، وليكن مثلا 255، اي رقم اي رقم مثلا، تمام تمام فانا مثلا خدت ال 255، تمام. طيب لما تيجي عايز بقى اشوف الكلام ده هعمل ايه، هعمل ايه، يبقى خلاص، يبقى انا كأن الكلام، يبقى انا بقى هنزل، بص بقى، يبقى هو ده الدتم بتاعي، هقطع، هقطع كده، نحول اللون مثلا نخليه أصفر عشان بس نبقى شايفين، هقطع من النقطة دي كده، نعلي اللاين ويدث شوية، تمام. يبقى أنا هقطع من هنا وليكن دي مثلا إيه الابتدائية بتاعتي، هقطع قبل النقطة دي، أخد النقطة دي وأقع بيها إيه، وأقع بيها تانجنت كده، وليكن ده تانجنت يعني، تمام، وأقع بيها وتبقى دي اليو ايه الجديده بتاعتي، يعني دي اول ايتريشن بتاعتي، وهكذا 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 وهكذا. تعال عشان بس ما نضيعش وقت نشرحها اكتر بطريقه اجمل من كده في انيل كومار اتشوبرا. طيب دلوقتي احنا جاهزين نخش على انيل، كل الكلام ده كده من غير انيل. طيب تعالوا بقى نخش مع بعض كده نشوف انيل قايل ايه. انك بقى تديني تركيزك وحياتك في الجزء ده عشان بس ما نطولش، تمام يا شباب. طيب انيل بيقول لي ايه يا شباب، بيقول لي انا عندي علاقه ما بين الفورس وما بين الديسبليسمنت، ما عندي علاقه ما بين الفورس وما بين الايه يا شباب، وما بين الديسبليسمنت. بص يبقى هي دي اليو اللي انا هكتب ايه، هي دي اليو اللي انا هبدا بيها، خدت اليو دي، تمام، خدت اليو ايه، خدت اليو دي، بعمل ايه بقى باليو دي، اخد تانجنت على على الايه، على البي. ما انا عايز احسب الايكويشن او الفانكشن لما تبقى الـ عن، عايز احسب الدلتا اللي هي النقطه دي، هي دي اللي انا عمال ادور عليها اصلا وعايز احسبها، عايز احسب النقطه اللي عندها الـ الدلتا بتساوي كام عند البي، هي نفس اللي فاتت، مش انا كنت بحسب الاف اوف اكس عند زيرو او الاف اوف اكس مثلا عند 255 اهو نفس القصه، تمام. فانا هحسبها عند البي، فهعمل ايه، بتبدا كده اخش اخد من النقطه دي انزل تانجنت على الخط ده. بالمناسبه هو التانجنت ده العلاقه ما بين الفورس والديسبليسمنت، التانجنت ده يديني ايه، يديني التا الايه الاستيفنس، اوكي تانجنت اللي هي الاستيفنس، ما هي علاقه ما بين فورس وديسبليسمنت، تانجنت يديني استيفنس على طول، تمام 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 يا شباب، تمام قوي. طيب تعالوا بقى نشوف كده، انا اول واحده خلاص خدت التانجنت معايا ووقع معايا في النقطه دي، اعمل ايه، هو انا نفسي في ايه يا شباب، ركز معايا الله يكرمك، انا نفسي التانجنت ده يفضل يميل 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 لحد ما تقريبا السلوب يساوي كام، او الفرق ده يبقى بكام، الفرق ده يبقى بزيرو، تمام. فهو اول مره وقع خالص فطلعت له يو، بصيت هعمل ايه، ركز بقى في الجمله اللي انا بقولها دي، هعمل ايه، هشوف المسافه دي، شايفين المسافه دي اللي هي ايه ار واحد، هنشوف المسافه دي. طيب المسافه دي اللي هي الار دي، كل ما الار دي تقرب للزيرو
كل معناها ان انا وصلت للحل المطلوب، صح يا شباب؟ طيب عايز اجيب يو 2، ركز معايا، عايز اجيب يو 2، هحسب يو 2 ازاي؟ هحسب يو 2 ان انا هقول يو 2 دي بتساوي، شايفين المسافة دي؟ عايز اعرف المسافة دي، مش انت معاك الفرق ده؟ معايا ومعاك الميل؟ معاك. يبقى انت عارف ان الكي تانجنت دي بتساوي الدلتا اللي انا معرفها اللي انا هزودها، الدلتا يو على اللي هو فرق الوايات على عفوا الار على فرق الاكسات اللي هو ايه؟ الدلتا يو. يبقى ساعتها يبقى من هنا اعرف احسب الدلتا يو، واخد الدلتا يو دي ازودها على اليو واحد. هنشوف مسألة يا شباب، اخد الدلتا يو ازودها على اليو واحد تديني اليو الجديدة اللي انا هبدأ بيها. طيب تاني، يبقى انا عشان احسب يو 2 دي هحسبها ازاي؟ هقول ان التانجنت الكي تانجنت الاستفنس بتاعتي الكي تانجنت بتساوي فرق الوايات على فرق الاكسات. ايه الار دي بقى يا شباب؟ هو اول مرة قطع كده ودخل كده، عوضنا في الفانكشن اديتني اف اوف اس، باخد الاف اوف اس البي دي بطرحها من الاف اوف اس بتديني الار اللي هي كانت عندي انا في نيوتن رافسون اتريشن. ايه اللي هي كانت عندي هنا؟ اللي هي دي الاف اوف اكس ناقص الزيرو، بس بدل بدل ما كانت بقت اف اوف اكس بقت هناك بي ناقص البي اللي هي دي اللي هي المسافه دي. هي المسافه دي بتساوي ايه؟ بتساوي النقطه دي اللي هي الاف اوف اكس ناقص البي هنا، يبقى البي ناقص الاف اوف اكس. ما هي دي النقطه دي، هي هنا والكلام هنا هو بالظبط هنا، بس انا بحاول اقرب لك الاثنين ايه بحيث ان انت يعني تشوف الايه الفرق. تمام تمام قوي. يبقى انا هحسب الار دي. طيب بص بقى يا شباب، الار دي هي اهم حاجه عندي. ليه سموها ار او هو كاتبها ار ليه؟ ار معناها ريسيديوال فورس او الفورس المتبقيه ان انت توصل للحل المظبوط. كل ما كانت الار دي قليله، كل ما انت عرفت تحقق الكونفرجنس بتاعك اللي انا لسه حكي لك عليه بتاع البي دلتا اللي انا لسه حكي لك من شويه، كل ما تقلل الكلام ده كل ما توصل للايه، كل ما تحقق الكونفرجنس بتاعك. تمام تمام. فتلاقي يبقى اول واحده هحسب، يبقى تاني كده على السريع هعمل ايه؟ اول حاجه هخش بيو واحد ابتدائيه، وليكن اليو دي اللي انا هبدا بيها دي تتوقع كده، وليكن هبدا كان اللي هي لسه طالعه الايه التانجنت لسه قبل ما ايه قبل ما يلت. ما هو من بعد النقطه دي العلاقة ما بين الفورس والاستفنس هنا خطية. أول ما إيه ما الاستفنس إيه تتغير، فأول ما الاستفنس اتغيرت هي دي تقريبا النقطة اللي إحنا نبدأ بيها. طيب بدأنا بالنقطة دي، بدأت أنا إيه؟ بدأنا بالنقطة دي ورحنا نازلين تانجنت وحسبنا اليو الدلتا يو، وبعد ما حسبت الدلتا يو وهكذا وهكذا تاخد النقطة دي تنزل بيها أهو، تاخد من هنا تطلع، بص التانجنت الجديدة أهو أهو شايفينه أهو، مش عارف أهو باين أهو ده التانجنت الجديد، تاخده تقطع، هتجيب الدلتا دي ازاي؟ هتجيب المسافة دي ازاي؟ هنجيب المسافة دي كده ازاي؟ هقول اه مش انت عارف ار 2؟ ما هي كي تانجنت بتساوي الار 2 على الدلتا يو، وتاخد الدلتا يو اللي هتطلع لك دي هتقوم تزودها على اليو 2 تديك اليو الجديدة، وهكذا 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 وهكذا. تمام يا شباب، اتمنى الناس تكون فاهم الموضوع، بسيط يعني وسهل خالص. تمام طيب تعالوا نشوف بقى مساله، تعالوا نشوف ايه مساله. بس قبل ما نخش على المساله تعالوا نشوف ايه الكونفرجنس كرايتيريا، يعني امتى اقول ان انا وصلت للحل المظبوط، امتى اقول ان انا وصلت للحل المظبوط. اول حاجه قال لك ان الريسيديوال فورس از ليت ذان ذا توليرانس، الايرور بمقداره كام؟ من 10 اس 3 ل 10 اس 8. يبقى كل ما كانت الار دي رقم قليل، كل ما كانت الار رقم قليل كل ما انت وصلت للحل المظبوط. ما هو معناها ان الار تي ال معناها ان انت تقريبا الميل بقى بزيرو، صح؟ معناها كده ان انت خلاص تقريبا الميل بقى بزيرو، فمعناها ان انت وصلت للحل المظبوط. فكل ما الار بتاعتك تقل كل ما انت توصل للحل المظبوط. بيقول لك المفروض ان الار كام؟ من 10 اس سالب 3 ل 10 اس سالب 8. لو فاكرين الايتابس اللي انا لسه موريها لك كانت بكام؟ ب 10 اس سالب 4 الديفولت بتاع البرنامج. او تقول ان التشنج في الديسبليسمنت اقل من 10 من 10 اس سالب 3 ل 10 اس سالب 8. معناها ايه؟ ان انا جبت، مش انا هنا لما جبت في المساله بتاعتي دي، لما جبت اليو 1 عند 24 طلعت ب 1 والثانيه الجديده طلعت ب 2، وكان التغير ما بينهم تقريبا بكام؟ بزيرو. فهو بيقول لك برضو لو انت
لو مقدار التغير او الدلتا اللي حصلت ما بين الايتريشن دي والايتريشن اللي بعدها اللي انا لسه بحكي لك عليه في الدلتا بتاع البي دلتا افكت، ان الايتريشن دي والايتريشن اللي بعدها الحل قرب من الزيرو، يبقى الايرور تقريبا ب 10 اس ل 3 لحد 10 اس، التولرانس بتاعي من 10 اس ل 3 ل 10 اس ل 8، يبقى انت وصلت للحل المظبوط. طيب ده الكلام ده كله يا شباب هو شرحه في الاستاتيك، يعني الكلام ده هو شرحه ايه كاستاتيك. جه الوقت ان انا اطبق ده في الديناميك، فانا هاخد الكلام ده هرميه من نيوتن رافسون لنيو مارك، الاثنين اهو، هاخد بقى نيوتن رافسون اتريشن واحطها في النيو مارك. ايه اللي هيتغير معايا؟ بدل ما هتبقى البي بتاعتي هتبقى بي هات، وبدل ما تبقى الكي بتاعتي هتبقى الكي هات. وانا شرحت لك المره اللي فاتت نيو مارك ميثود، وقلت لك على موضوع البي هات والكي هات وازاي بتقدر تحسب، والافريج واللينير اكسلريشن. تمام، طيب يبقى تمام. تعالوا بقى نخش نشوف كده هنحل المساله ازاي. تمام، طيب انا عندي مساله اهي بتقول لك ان ده اس دي سيستم، نفس المساله بتاعتي بتاعت الهاف سايكل اللي انا شغال بيها من اول الـ من اول ما بدانا الشابتر دوت، اللي هي بتاعت الهاف سايكل اللي احنا حليناها مع بعض المره اللي فاتت على الساب، وحليناها شفنا انيل وهو حللها. تمام، طيب فقال لك ايه، بس ايه الفرق؟ قال لي خلي بالك، ركز بقى في الجمله اللي قال لي دي، قال لي خلي بالك، قال لي ان هو بيقول لي ايه، هي نفس 5.1 except that the restoring force deformation relation is elastoplastic with yield deformation. ال U yield بتساوي 0.75 انش، وال yield force بتساوي 7.5 كيبس. بمعنى بيقول لي خلي بالك بقى، ركز مع بعض، بيقول لي خلي بالك لو الدلتا عندك عدت ال 0.75 اعمل حسابك ان العلاقة ما بين الفورس والديسبليسمنت مش هتبقى علاقة خطية، هتتحول الى علاقة بلاستيك. طبعا الالاستو بلاستيك كيرف ده انا هتكلم معاه انشاء الكريم، هتكلم معاك عليه في شابتر 7، شابتر 7 انشاء الكريم، ونفهم يعني ايه الاستو بلاستيك كيرف. ولكن معنى الكلام ده ايه؟ معناها ان هي كانت ماشيه، حصل يلد 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 ماشيه، ايه مفيش يلد، طول ما الديفورميشن قليل، نفس القصص اللي انا حكيها لك بتاعت الماتيريال ماتيريال نون لينيارتي، طول ما انا لسه الديفورميشن قليل، الديفورميشن قليل، واول ما عدى السبعه ونص الفورس عدت السبعه ونص والديسبليسمنت عدت البوينت 75، اصبحت المساله البتاع العلاقه خطيه، معناها ما بين قوسين الاستيفنس اتغيرت. ما بين قوسين الاستيفنس ايه؟ الاستيفنس اتغيرت، فاحنا قلنا النون لينير ما بين قوسين الاستيفنس اتغير، صح؟ تمام قوي. طيب تعالوا نشوف بقى ازاي نقدر نحل المساله، تعالوا بس نشوف الاول طريقه الحل بتاعت اللي هو هلخص فيها النون لينير للنون لينير سيستم. بص يا شباب، من اول واحد لحد اتنين، ركز بقى معايا في 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 في, في الجمال اللي انا هقوله دلوقتي ده. من اول واحد لحد اتنين ده طريقه نيو مارك ميثود اللي انا شرحتها لك المره اللي فاتت. من اول ثلاثة ركز بقى معايا في الجملة اللي انا اقولها لك دي، اللي انا عملته هنا يا شباب ده كان بيتطبق على فورس واحدة بس، يعني عند بي واحدة بس كنت بعمل اتريشن. ايه ده؟ ده انا شغال نيوميريكال ميثود، يعني معناها عندي شغال تايم ستيب، يعني معناها عند كل بي اي هتعمل نفس القصه دي لحد ما توصل للحل. تاني الجمله دي الله يكرمك. يبقى انا هنا ده انا في نيوتن رافسون اتريشن كنت بعملها في حاجه بسيطه في البي اي وخلاص، وبطلع الدلتا قصاد البي اي زي الحالات الايه اللي انا حكيتها لك، ولكن انا شغال بفانكشن كبيره جدا وعامل تايم ستيبنج ميثود، فالتايم ستيبنج ميثود بتقول لي ان انت بعد كل دلتا بي، بعد كل دلتا تي في عندك بي، فانت تفضل تكرر الموضوع ده في كل بي انت هتعرف بيها المنشأ بتاعك. تمام، لحد ما تعرف الايتريشن وتشوف الايتريشن وهكذا. عشان كده النون لينير اناليسيس ده يا شباب صعب جدا جدا، ومهما كنت حوت كبير كده، كبير حوت رياضي يعني، صعب صعب قوي. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمنا بموضوع البرمجه وبتوع البرمجه اللي برمجوا لنا الدنيا وعملوا لنا الساب وظبطوا لنا الموضوع. اي انا بقول لك انت حتى لما بتيجي، انا مش عايز اتكلم معاك كتير بس عشان وقت الحلقه، بس انت لما بتيجي ترنن الكلام ده على الجهاز تحس ان الجهاز هيطير مني فجاه كده، تلاقي
اكتر منك، من كتر ما انا بقعد اعمل iterations كتير جدا 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 في النون لينير اناليسيس. تمام يا شباب؟ تمام. فانت هتعمل الكلام ده لكل بي اي، فبالتالي راح قال لك خلاص بقى عشان اريحك دماغك، قال لك ايه؟ بص احنا هنسمي حاجه اسمها ايه؟ البي اي، هنسمي البي اي ويندرج تحتها حرف اسمه الجي. الجي ده ايه؟ الايتريشنز اللي جوه. يبقى تاني، يبقى انا هشتغل على بي اي بلس 1 اول ايتريشن جي بواحد، اول ايتريشن بي اي بلس 1 عند جي باتنين، بي اي بلس 1 عند جي بتلاته، كل ده جوه الفورس البي اي بس لحد ما اوصل للدلتا بتاعتها. انت فاهمني اقصد ايه؟ يعني كل ده بعمله عشان اوصل في الفورس الواحده. يبقى الاول حاجه هشتغل بالبي اي بتاعتي، هاثر بيها المنشا واقعد اعمل ايتريشنز. الايتريشن تمثل لي ايه؟ حرف الجي. اما البي نفسها تمثل لي ايه؟ حرف الاي. زي ما انا متعود معاك من اول، من اول الشابتر لحد ايه الشابتر، انا شغال بي اي بلس 1 بي اي بلس 2 اي 3 اي 4 وهكذا. بينما جوه الايتريشنز هنشتغل ايه؟ لان هتفضل تكرر ده كل بي اي، فهتفضل تكرر الكلام ده جوه الايتريشنز بتاعتك اي 1 اي 2 اي 3 اند سو اون. تمام يا شباب؟ تمام قوي. المهم الميزه بقى في الفيلم ده ايه؟ انك بمجرد ما بتحصل على الديسبيسمنت تقدر ترجع تاني تشتغل عادي خالص بالمعادلات بتاعتنا اللي احنا قلناها المره اللي فاتت في نيو مارك ميثود، انك تحسب الديسبيسمنت وتحسب الفيلوستي، مش محتاج تقعد تعمل ايتريشنز كمان في الديسبيسمنت وفي الفيلوستي. تمام؟ يبقى انت بقى بتقعد تحرق بنزين في موضوع انك تحسب الدلتا، وبعد كده بقى ربنا بيكرمك بحاجه سهله انك تقدر تحسب الفيلوستي وتقدر تحسب الاكسلريشن. تمام يا شباب؟ طيب زي ما انت شايف الحل، انا بعمل ايه؟ بفرق، بجيب البي اي، بي اي هات. موضوع الهات ده اتحط ليه؟ ليه موضوع الهات ده اتحط ليه؟ قال لك ما انت عشان دلوقتي خلاص انا اشتغلت دايناميك. انا كنت في الاول شغال على حاجه اسمها البي بس، نقلت على البي هات ليه؟ عشان اخد تاثير الماس والدامبنج معايا، ما انا خلاص بقى قلبت الدنيا داينامكس. تمام؟ طيب فنبدا بقى نرجع الكلام ده يا جماعه، احنا قلنا من قرون القرون. تمام؟ فتبدا بقى تشتغل على البي هات والكي هات اللي هي التانجنت، كي تانجنت هات والار هات، بس تحسب البي اي. بعد ما بحسب البي اي بتحسب الار جي. ايه الار جي دي؟ الار ده اللي هو الفرق ما بين البي هات والاف اس، وطبعا ترمي يقول لي الترم الخاص بالايه؟ بالاي 1. الاي 1 يا شباب اللي هو ترم، بصوا، مضروب فيه الماس ومضروب فيه السي. تمام؟ فتحسب منه الار هات. حسبت الار هات، اشاي كونفرجنس، ايه الموضوع كونفرجنس؟ قربت من الزيرو، اوقف خلاص كده، خش على بي اي بلس 2 وما وصلتش للزيرو، عيب بقى مع نفسك تاني، افضل اعمل عفوا يا شباب، افضل اعمل ايتريشنز تاني لحد ما توصل، لحد ما تخلي الكونفرجنس بتاعك بيبقى بزيرو. تعال نشوف المساله على طول يا شباب كده. المساله زي ما انت شايف، بص بقى هنعمل حاجه اسمها ايه؟ سبلت فيرتيكال، وهاجي هنا هو عايز الحل بايه؟ هو عايز الحل باليوزنج الكونستنت افريج اكسلريشن. تعال نشوف المساله القديمه اللي انا كنت حللها بالكونستنت، اللي انيل كان حللها بالكونستنت افريج اكسلريشن. تمام؟ طيب ده دلوقتي المساله هي هي، دلوقتي المساله هي هي، طول ما انا ما بين الزيرو وما بين الايه انا اعرف اشتغل لينير اناليسيس. لحد ما الدلتا عندي تعدي البوينت 75 يبقى انا كده هبدا اشتغل معاك بالنون لينير اناليسيس. فبالتالي انيل لما اشتغل في المساله دي قال لك طول ما انا الديفورميشن بتاعي اقل من 75 فانا هشتغل بيه الايه بالطريقه الاولى. فهو لما جه بدا الحساب، بدا الحساب من الايتريشن عند 0.3 من الايتريشن ده. ليه؟ لان الدلتا كانت بكام؟ ب او، لان الدلتا هنا يا شباب كانت بكام؟ ب 0.6، شايفينها اهي. ما علينا، الدلتا هنا كام يا شباب؟ كانت بكام؟ كانت ب او، ب او بوينت ايه؟ ب او بوينت 6. هتقلب هنا اهي، هتقلب هنا، فلما تيجي تقلب هنا اهي، من الدلتا هنا شغاله على اليو، من بوينت 6 داخله على ال 75، اوقف، لا احنا نبدا الايتريشن من اول هنا. يبقى احنا هنبدا الايتريشن بتاعنا ان اليو اللي انا وصلت لها 0.6
واحد، فهو هيبدأ الايتريشن من اول دي. تمام تمام نروح نشوف بقى. تمام كل الحسابات دي احنا حسبناها قبل كده مع بعض. تمام هو بقى بيقول لك انا هبدأ من بص as an example the calculation of step 2 و 3 and 4 تاخدها منين؟ من الجدول ده مش عارف ايه as follow. هيبدأ بإيتريشن رقم كام؟ ب i رقم 3، يعني هيبدأ ب p i رقم 3. هيبدأ بقى خلاص بالاي رقم 3 idealization. هيبدأ بأول خلاص بقى هو يمسك البي دي اللي هي وليكن كام يا شباب اللي هو يشتغل عليها، اللي هي بص انا هشتغل على البي اي بلس 1. هو هنا عند بوينت 6 وصل لايه؟ نمشي كده خط مستقيم هتلاقي نفسك عند 10. طب انا عايز بي اي بلس 1 هيمشي على البوينت 8 66. فهي دي اللي هيبدا بيها بقى الايتريشن الجديد. فهو هيشتغل على بي اي بلس 1 اللي هي بوينت كام؟ 6 اللي هي 8.66. ويبدا يحسب بقى، يحسب البي هات. بعد ما بيحسب البي هات يحسب الار جي الار هات. شايفين الواحد اللي فوق ده بيقول لي ان انا لسه في الايتريشن الاول. يحسب اوبا يا نهار اسود 53، ده انا عايزه زيرو وصل 53. تمام يا شباب ده لسه هعمل اتريشن تاني. اعمل ايه يا شباب؟ ابدا احسب من اول وجديد تاني. احسب الكي تانجنت، كي تانجنت بتساوي الستيفنس بتاعتي زائد الاي واحد. حسبنا الكلام ده طلعت لي 114. من التانجنت اتبص الار على الكي تانجنت تديني الدلتا يو اللي انا اقدر احسب بيها اليو الجديده. احسب اليو الجديده نزود، حسبت اليو الجديده طلعت لي بواحد بوينت كذا. طيب واحد بوينت كذا. طيب ستيت هعمل ايه؟ هتحسب بص بقى، بص بقى في الجمله دي هتيجي تحسب الاف اس اي بلس 2 للثانيه هتلاقيها طلعت ب 10.8253 وانا اصلا الاف اس عندي اخرها 7.5 والخط ماشي خط مستقيم كده. فهي هنشيل بقى ال 10 ونشتغل على انها هنشتغل ان هي حصل ييلد عدى ييلد فهتشتغل بكام؟ ب 7.5. والكي تانجنت 2 بزيرو. ليه بقى الكي تانجنت؟ ركز معايا مش كي هات، الكي تانجنت الستيفنس بزيرو ليه؟ لان خلاص بقيت ماشي كده وهنا التانجنت الكي بزيرو صح؟ فالكي كده بقت بزيرو. تمام المهم عوض في الايتريشن الثاني، عوض في الايتريشن الثالث، عوض في الايتريشن لحد ما ربنا كرمه ولقى ان لما جه طرح الار جي من بعض طلعت بزيرو. اقفش ده خلاص قربت من الايتريشن فوصل للحل المظبوط. وصل للحل ايه يا شباب؟ وصل للحل المظبوط. بعد كده حسب لي الاي الاكسلريشن، بعد كده حسب الفيلوسيتي، مش محتاج يعمل فيه ايتريشن. تعالوا بقى نشوف الجدول اللي هو لخص فيه الحل ده. خلاص انا مش محتاج دي تاني. تعالوا نشوف بقى الجدول اللي هو لخص فيه الحل ده عشان عايزين نتكلم فيه شويه. زي ما انت شايف كل ده تقريبا من الجدول القديم. بص بقى من بوينت 4، من بوينت 4 يا شباب اهو، من بوينت 4 هو ده بدا يعمل الايتريشنز دي كلها اهو. كان بادئ ببوينت 6، تاني ايتريشن جابت 1 و8، تاني بوينت 8 1 و11. تمام تمام. بعد كده بقى بص شايفين الاف اس بكام؟ ب 7.5 7.5 7.5. تمام طيب بمجرد بص بقى من نص لحد بوينت 8 مفيش ايتريشنز. ليه؟ لان الستيفنس ثابته معايا، الكي بتاعتي بزيرو، فانت مش محتاج تعمل ايتريشنز تانيه. طيب في المساله يا شباب، المساله مش مديني المساله هنا مش مديك هو هيقلب بعد، هو دلوقتي في برانش اي بي، يعني انا دلوقتي في برانش اي بي بس انا مش عارف بي دي هتقع فين او انا هقلب امتى. تعرف من الجدول ده تعرف تحسب لي هي قلبت امتى معايا؟ اه طبعا سهله جدا ان احنا نعرف نحسب من الجدول هي قلبت معايا امتى. ازاي؟ بالفلوستي. ركز بقى معايا. اول بص بقى يا شباب هنا طلع لي الماكسيمم. بص يا شباب الماكسيمم ديفورميشن طالع بكام؟ الماكسيمم ديفورميشن طالع ب 2.0951. شايفين الفلوستي يا شباب؟ الفلوستي من 2 قلبت وبقت سالب. قلبت الفلوستي دي يا شباب لازم تحط في اعتبارك ان انا لو عندي منشأ زي ده كده وزقيته طول ما الفلوستي عماله، هي دلوقتي الفلوستي عماله تقل 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 لحد ما توصل للزيرو. الوقت اللي الفلوستي فيه بزيرو كنا قلنا الكلام ده قبل كده بيبقى عنده الماكسيمم ديفورميشن، عنده ماكسيمم دلتا. ليه؟ لان الدلتا انت عمال تزق 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 كده، عمال تزق كده لحد ما توصل لاخر حاجه خالص وهتبدا الفلوستي بتاعتك تقلب تبقى دي سيلر. ترجع بقى نرجع كده مره واحده.
فالقلبه الفيلوسيتي دي تقول لك ان انت هنا عندك تقريبا الماكسيمم ديفورميشن. يبقى في اللحظه دي يا شباب، طيب اللحظه دي كمان في حاجه عايز اقولها لك عليها. هو انا هنا هاجي استعمل اني هنا بقى المفروض ما اخدش بقى الاستيفنس ب 7.5 الاف اس، لانك بقى ساعتها ترجع تاني الكي تانجنت هتقلب وتبقى ب 10، لانك وانت بتعمل انلود المفروض ان هي تقلب معاك وتبقى ب 10، بس هو تسهيلا يعني عمل كده. تمام. المهم ف اللهم صل على الكريم، زي ما انت شايف بدات تقل اهي، بدات تقل. المهم يا شباب ان هنا ممكن يبقى في ماكسيموم اكتر. ليه؟ لان الفيلوسيتي قلبت. فلو انا قللت التايم من اول بوينت 6 دي، قللت التايم وخليته مثلا يمشي مثلا بوينت او 1 بدل ما هو ماشي بوينت 6، هعرف اقفش الفيلوسيتي لما تبقى بزيرو، او ممكن امشي بالعكس بس اعرف اقفش الفيلوسيتي لما تبقى بزيرو. فلو قفشت الفيلوسيتي بزيرو تقريبا ده هيحقق لي اقصى ديفورميشن. عشان كده دايما بقول لك ان الدلتا تي، ان التصغير للدلتا تي ده بيقول لك بيقعد تديك حل اكتر، حل ادق وحل احسن. يعني انت شايف ان ممكن كان يكون الحل هنا، الحل ما بينهم هنا ممكن يكون اكتر، لان هنا هي قلبت الفيلوسيتي قلبت. تمام يا شباب، تمام قوي قوي، عشان ما اطولش عليك كفايه قوي 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 كده، الحلقه طولت جدا. انا عارف ان الحلقه طويله بس والله حلقه جميله جدا جدا، بتسمعها مره واثنين وثلاثه وعشرة، وانا اسف جدا على الاطاله. وانا حبيت اديها لك كلها مره واحده، مش عشان حاجه، عشان دي ما تتاخدش غير مره واحده، دي لو انا قسمتها على مرتين ما مش تعرف تستفيد منها بحاجه. تمام، اتمنى ان شاء الله الكريم الحلقه الجايه. مبروك مبروك والله يا جماعه، انا ببارك لكم وببارك لنفسي ان انا وصلت معاكم لشابتر 5. انا فاضل لي 18 شابتر ان شاء الله الكريم. الشابتر الاسبوع الجاي والمره الجايه ان شاء الله الكريم هبدا معاك شابتر 6. شابتر 6 يا شباب من الشباتر، بص انا كنت هبدا بيه بس عشان ما اتكلمش معاكم كتير، عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده. شابتر 6 ده اهم، انا بحبه جدا، لاني انا لما بدات الكتاب بدات بيه، ما كنتش فاهم في حاجه طبعا، بس انا بقول لك انا لما بدات الكتاب بدات بيه لاني كنت عايز افهم يعني ايه زلازل. بس انت طبعا ما ينفعش كده اخش اخبط وانا ماشي مش شايف غير، وانا فرق معايا جدا جدا لما فهمت يعني ايه فريكوانسي، لما فهمت يعني ايه دامبنج، لما فهمت يعني ايه تايم بيريود، لما فهمت يعني ايه ترانسميسابيلتي، فهمت يعني ايه ايه ورسمه الاوميجا والكلام ده كله، فهمت يعني ايه داينامكس. فرق معاك جدا لو انت يعني، انا بفضل دايما اللي ما تخشش على الشابتر 6 ده غير ما تبقى سامع بقى اللي فات ده كله، لان هتخش هتلاقي الدنيا سهله. هتلاقي الدنيا تمام يا شباب. يلا اسف جدا على الاطاله، واشوفكم ان شاء الله الكريم الحلقه الجايه، ويا رب يرزقني ويرزقكم العلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.